وافق مجلس النواب على المادة 16 من التعديلات المقترحة على الدستور الأردني، والتي تنص على تعديل المادة 70 من الدستور بإلغاء عبارة أن يكون قد أتم 30 سنة شمسية من عمره الواردة في آخرها، والاستعاضة عنها بعبارة وفي قانون الانتخاب أن يكون قد أتم 25 سنة شمسية من عمره. ما رأي الشارع الأردني بداية؟ نتابع هذه الآراء من محافظة المفرق وعمان. بفضل يكون النائب رجل عاقل بالغ حليم ذو خبرة، وابن ال 25 سنة ما أظن أنه يكون عنده هاي الخبرة اللي تمكنه من المشاركة في الحياة السياسية. لا طبعا، لأنه ما بكون مدرك عقليا كويس زي اللي بالعمر بعد الأربعين وهيك. وأنا مؤيد، لأن أنا مجلس النواب بقى فيه شباب، يعني فات الشباب تدخل في المجلس. لا، لأنه 25 سنة أصلا غير ناضج أو نضوج التام بالنسبة للسياسة، وما عنده خبرة كافية أصلا لهيك مرحلة. ودي يعني إنسان 25 سنة بدك تخش بعالم السياسة، بده يناقش قوانين، بده يناقش شغلات يعني أكبر من عمره، أكبر من سنه. لا، أول إشي هسه عمرنا ما بسمح لنا ناخذ مسؤولية أكبر منا، وبدنا خبرة ومهارات وعشان نتأهل نكون قد المسؤولية. صراحة لا، لأنه الشباب عقلهم لسه بكون مش فيهم، بكون يعني لسه عندهم طيش وهيك. لا، لأنه لسه بكونوا مش واعيين، مش فاهمين إشي، سنهم صغير. لما يكون واعي بكون فاهم كل إشي بالحياة، عشان هيك ما بأيد بالمرة. يعني إيجابياته بتقدر تحكي إنه بساعد الشباب إنه يشاركوا بالحياة السياسية، بس سلبياته قلة الخبرة. ممكن إنه لا، ما بأيد، لأنه لسه بعمر 25 سنة وهو لسه بكون بحاله، فيمكن ما عنده القدرة إنه مطلع على المجتمع لما يكون أكبر، إنه عمر 30 أو أكثر. مو صح بالمرة، لأنه ما يكون واعي، يعني ما فيه الكفاية إنه يقدر يترشح لمجلس نواب، إنه يصير نائب يعني مسؤول. بس يكون عنده ثقافة وعلم. لا، أنا مش مع هذا الحكي، لأنه كل ما زاد العمر كل ما كانت الإدراك والوعي أفضل. أكيد طبعاً أنا مع القرار، لأنه احتمال الجيل اللي عمره 25 سنة يعطي شيء مفيد للبلد أكثر. رأيي أن القرار هذا غلط، لأنه العمر 25 سنة يعني ما عنده هالكفاءة والمعرفة اللي لهيك أمر. يعني اليوم سن 25 يعني ما بعطيك، بجهل على وقتنا هذا يعني صعب. مع ضيفنا فهد الحسبان وهو عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. صباح الخير أستاذنا، ويعطيك ألف عافية، وكل عام وأنت بخير. طبعا كل عام وأنتم بخير، ويسعد صباحك ستي وصباح مستمعينك ومتابعينك. نعم، يبدو أنه الآراء متباينة، لكن يعني الكفة تميل لمن يرفض أن يكون هناك نائب عمره 25 سنة في البرلمان، وللأسف يعني اللي كنا قاعدين عم نشوفه هو أيضا من الشباب أنفسهم. هناك عدم ثقة بين الشباب الأردني والشباب اللي قد يكون موجود في مجلس النواب. ما رأيك في هذه الآراء؟ هي وجهات نظر بالنهاية، وتباينها شيء صحي ومنطقي. بصراحة احنا اليوم نعاني من أزمة ثقة بشكل عام، يعني كنا نحكي عن أزمة ثقة مع الحكومة، أصبحنا نفقد الثقة بأنفسنا، وهذا ما يؤلم صراحة. يعني ستي، احنا اليوم إذا بدنا نتفرج على المستقبل يجب أن نؤمن بأن نتحرر من واقعنا، يعني ما نكون سجناء حاضر. اليوم أغلب الشباب تبني أراءها على مساحات محدودة ضيقة للأسف، يعني وخصوصا اللي تابعناهم في تقريركم ستي. هذا بصراحة يؤلم صباحا، يعني مش حلو نسمع الصبح، ولكن خلينا نكون منطقيين. لا، هي تباين بالآراء وهذا شيء صحي جدا. نعم، وهذه الآراء أيضا يعني بحاجة إلى نقاش. عم بقول لك 25 سنة هو غير قادر لربما اليوم على الالتحاق بعمل في داخل شركة، فهل سيستطيع أن يشرع ويراقب في البرلمان؟ سؤال جميل جدا ستي. احنا اليوم يجب أن نؤمن بأن الدستور لا يقرأ لوحده، ولجنة تحديث المنظومة السياسية كنا نعمل نحن والزملاء على بناء منظومة كاملة، يعني تبدأ بالدستور وتنتهي بالقوانين والأنظمة. اليوم احنا نحكي عن مخطط زمني للشباب الأردني، مخطط نحاكي فيه من التنشئة من 12 إلى 15، نحكي عن الإعداد 15-17، نحكي عن التمكين 18-22، ونحكي عن المشاركة السياسية 22-35. هذا المخطط الزمني مبني
يبدأ بالتربية المدنية والثقافة الديمقراطية، ثم ننتقل إلى الدستور والبرلمان، وأنا يتخلل ذلك تحديدا مرحلة التنشئة الإعداد. نتحدث عن مجلس ظل اليافعين، مجلس بلدي يافعين من اليافعين 15-17 سنة، هذا يبني لدى الشاب فكر تنموي. ثم نتحدث عن دخول الأحزاب وسن الأحزاب 18 سنة، وهذا السن ينتخب عليه مرشحين في تركيا وألمانيا 18 سنة، وهناك أسماء يعني عن حزب الخضر في ألمانيا، عن حزب العدالة والتنمية، وقد من حالفهم الحظ حالفهم ومن لم يحالفهم لم يحالفهم. فهذا العمر يدخل الشاب ب 18 سنة للمدرسة الحزبية، وهنا نعمل على تفعيل منظومة الأحزاب وتمكين دورها من خلال تكون هي ولادة للقيادات الشبابية بعمر 18 سنة. ثم نذهب إلى قانون الانتخاب، نتحدث عن قائمة وطنية أو قائمة حزبية وطنية. هذه القائمة يجبر فيها الحزب على أن يكون فيها شاب دون 35 سنة من أول 5 أسماء في القائمة. وهنا نتحدث عن الصوت الحزبي للشباب. اليوم هي منظومة كاملة لا ينظر لها فقط من خلال الدستور بتخفيض سن الترشح. وفي المقابل أيضا ستي، هناك تجارب حقيقية لدينا في مجال في المحافظات على عمر 25 سنة، تجارب أبدعت، تجارب استطاعت أن تقدم أداء جميل. فهاي النقطة الثانية ستي. وثالثا إذا تسمحي لي، وأنا أعرف أن الوقت ضيق، ثالثا هناك لدى العالم أجمع الثقافة السياسية لدى المجتمع. اليوم إحنا مش مطلوب منا نكون كلنا حزبيين، ولا مطلوب منا كلنا نكون ناشطين سياسيين. إحنا هي فئة معينة من الشباب الأردني الناشطة سياسيا، هذه الفئة هي المستهدفة لدى القانون والدستور، هاي الفئة هي اللي حق لها الترشح بالانتخاب. وفي النقيض أيضا، هو من حق الشاب أن يرشح نفسه للانتخابات على عمر 25 سنة، وأيضا حق الناخب أن لا ينتخب الشاب، وحق الناخب بانتخاب الشاب. فهمتي علي؟ يعني هي مجموعة من الحقوق لا نستطيع سلبها من شاب من الشاب فقط لأنه إحنا نرى أن المشكلة اقتصادية وليست سياسية. نعم. اليوم سيد فهد، أنا آسف على المقاطعة، لكن في بلدان موجودة في العالم، يعني إحنا رأينا قبل فترة أن هناك رئيس كامل يعني تم انتخابه هو عمره 30 عاما، لكن هناك تراكم، هذا التراكم منذ البداية، يعني هو كان يعمل أصلا عمل طلابي في الجامعة، ومن ثم كان حزبيا ورشح حاله ليكون نائبا، يعني هناك تراكم للعمل الحزبي من 20 سنة إلى 30 سنة، هناك خبرة 10 سنوات في العمل السياسي على أرض الواقع، فهو قادر فعليا لربما أكثر من شخص عمره 50 سنة ولم يعمل سياسيا. اليوم الخوف من التضييق مرة أخرى لربما على الشباب والأحزاب، اليوم الخوف من الأوضاع الاقتصادية اللي قد تجعل العمل السياسي مرفه، هل هذا كله كمنظومة سيتحسن من أجل وضع الشباب فعليا اليوم في مكان بيقدروا ياخذوا فيه قرارات؟ بكل تأكيد ستي، لأنه إحنا اليوم إذا بدنا نحكي على خلال 5 سنوات القادمة، ممكن يكون في خوف إنه ما عندنا تراكم، ما عندنا خبرة سياسية، الأحزاب لا زالت تعمل على بناء أنفسها، وإحنا اليوم نحكي بالتعديلات الدستورية داخل الغرفة التشريعية، بكرة في عندنا قانون الأحزاب ويلي قانون الانتخاب أو العكس حسب ترتيب الغرفة التشريعية. فاليوم إحنا نحكي عن 100 سنة قادمة، يعني اليوم على عمر 18 سنة سيدخل الشاب داخل الحزب. عندما يدخل 18 سنة هو داخل الحزب، هو داخل الحرم الجامعي. اليوم في عملية سياسية داخل الحرم الجامعي من خلال تفعيل مجالس اتحادات الطلبة، من خلال إنشاء مجالس طلبة، لأنه في بعض الجامعات الأردنية لا يوجد فيها مجالس طلبة أساسا. فهاي كانت توصيات لجنة الشباب من اللجنة الملكية، أنه تفعيل المجالس الطلابية، تفعيل الأندية السياسية داخل الجامعات. احنا نحكي عن عمر 4 سنوات داخل الجامعة، هاي خبرة من خلال الانتخاب والبرامج وإعداد الصياغات السياسية. ثم نتحدث عن التمكين المشاركة السياسية الكاملة على عمر 22 سنة، نقدر نبني شاب واعي مثقف داخل البرلمان. نعم، اسمح لي أختم بسؤال واحد، أنت متفائل؟ طبعاً. جداً. يعني واحنا محكومين بالامل ستي، يعني احنا هذا حديثنا دائما، انه احنا محكومين في الامل في وطننا الحبيب، لانه اذا ما تفائلنا كيف بدنا نمشي لبكره؟
احنا نعم. نحكي عن 100 سنة قادمة، يجب أن نتفائل ومحكومين بالأمل. نعم، عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية السيد فادي الحسبان، شكرا جزيلا لك.